حضرات المشاهدين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وتقبل الله صومكم وبارك يومكم. يقول المولى تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وهذا مجرب ملموس. قديش منهم اللي بالفعل خلاتهم الصدف وجها لوجه مع الإغراء، سواء إغراء المال أو إغراء الجمال، وتعففوا وتنزهوا وجاهدوا أنفسهم وانتصروا عليها ونالوا الشرف والتكريم ونالوا العز المقيم. وخير مثال مثال يوسف عليه السلام، تعرض لأكبر عملية فتنة وإغراء وانتصر على النفس والشيطان. يحكيوا على راجل هارب لله، ما عملوش مد يده للحرام، لكن الدنيا ما هيش ماشية معاه، خدمته ظنينة، وإذا خدم النهار يرتاح جمعة، لكن محافظ على عفته وكرامته. نهار من الأيام دخل الجامعة يصلي، كيف كملوا الصلاة وخرجت الناس الكل، تلفت يلقى صرة بحذا سارية من السواري، حلها يلقاها مليانة باللويس، لكن ده تحت مرموسه وخرج يجري، دخل البيت اللي ساكن فيها حلها صبها دا يعد ودا يترعش، وهو يسمع في البراح يعيط: يا من القاصرة الويس ياخذ نصفها بشارة. وقف وذانه قال: أنا ما عمريش دخل بطني دانقي حرام، اليوم نغرب في الحرام. الله يلعنك يا نفس، ناخذ نصيب حلال ولا الكل حرام، والبركة في اللي بارك ربي. قام هيك الرجل لمد هيك الصرة وخرج يجري، خلط على البراح قال: وين مول الصرة؟ قالوا: تبعني. ابدأوا ماشيين برا ماشيين برا ماشيين حتى دخلوا الدار، يلقى راجل كبير همة وعمة، قالوا: هذا مول الصرة. برح هيك الرجل كبير برا هيك الصرة، عدها يلقاها بكمونتها. توسي خينا يستنى يا خون صيف متاعه، وبدأ الرجل يعد ومن أغزر له قال له: انت ظهر فيك ناس ملاح والدور كبيرة، ايات ياخذ ثليث وفيه البركة. غزر له قال له: فيه البركة. وبدأ يعد له في ثليث ومن أغزر له قال له: ايات ياخذ الربيع وفيه البركة. قال له: فيه البركة. بدأ يعد له في الربيع ومن أغزر له قال له: ايات ياخذ حفينة وفيه البركة. قال له: فيه البركة. عبى حفنة ومنها قال له: هاي تاخذ كعيبة وفيه البركة. قالوا: فيه البركة. زاد غزر له قال له: هاي تاخذ دعيوة خير وفيه البركة. قالوا: فيه البركة. قالوا: برا وليدي، يعطيك دار اللي لبنيت ورزق اللي لسعيت ومراء اللي لخذيت بجاه الحرم والبيت. ما قدر كان هيك الراجل، قال له: إن شاء الله من فمك للسماء. وخرج يحكحك من ويداته برا يا زمان ويجا يا زمان. وهيك الراجل يتعارك هو والوقت، وزاد كسد عليه حتى ولا يبات ويصبح بلاش، ولزوا الشر وخرج يطلب. هو ليلة من الليالي قرة وبرد، هو يدور ويطلب يلقى باب معرش، قرب: يا كريم تاع الله يا كريم تاع الله. ما جاوبه حد، نزل باب دخل: يا كريم تاع الله يا كريم تاع الله. ما جاوبه حد. زاد دخل داخل يرى في ميدة منصوبة وفوق منها بلاطة مغطية بالمكب، وهو جوعان والجوع كفر بالله. ربع سويقاته عرى المكب يلقاه كسكسي باللحم، رشق المغرفة وشيحها لكمه، رعشت يده هوش متعلم بالحرام، ورجعها ببقعتها. قال: الله يلعنك يا نفس، ونفض ويداته وقام خرج وماذا يطلق. هاي مولات هيك الدار طفلة يتيمة مستنسة عند جارتها مرة كبيرة تجي تبت بحذها، ليلتها قرة العزيزة هكا سخنت في بقعتها بخلت، ولت مشيت لها كلكفتها في طرفها وجات هي وياها، ومنها قعدوا مشي يتعشى. عرت المكب تلقى بلاط الكسكسي مشدودة، قامت هيك الطفلة تبكي، قالت: هذا الكل على خاطر ما عندي شي والي. منها قالت لها: يمي فلانة، كانك تحبني وتعزني الليلة تلوج لي راجل ناخذه إن شاء الله يكون حتى يطلب. كيبني قلت لها: ما هو حتى شيء مكتوبك، وراهي ما بارد خبزة عند كواش. قلت لها: الشيء ما نعرف، كانك من جد سيقلب حالي الليلة تشوف لي راجل.
قتل بنيتي أين روبوك فلا رجلها يعني يخرج القش يشكون عينه في الزواز. مشيتك المرأة كبيرة رجلها قلت له راهي السيرة علمت بها وعلمت بها مرة أخرج القش يشكون يلم هاللولية. استلزم الصبر هكا الراجل وتكلكف في برموسه وخرج. سعدك سعد المسعودين يجي كف وغرزة هو هيك الرجل اللي يطلب. قال له يا ولدي تحبش تعرس؟ هي قال له ما خص المشنوق كان مثل الحلوى، انا يعني اليوم عندي نهاري ما دخلتش البطني ما تروحي الرحاو لما يغرب الغربال، وانت تقول لي تحبش تعرس؟ وانا قال بالله خليني ناخذ به باله. قال له ماذا بيا؟ هي قال له تتبعني. وبدا هيك القدام وهيك قفاه. تعدى لدور واحد من العدول قيمه، قال له قوم اخدم على روحك. قام هيك العدل وزاد تعدى قيم زليسو ومشاو الكل داوه متلازمه لدار هيك البنيه. كتبوا صداق ومشاو هيك العدول على رواحهم وهيك الشايب قام عزيوسته ومشى لدويرته وهيك العروسه قامت سخنت الماء تخلص وخين المطهره غسل حالته وخرجت له تبديله جديده من قايمه للذبابه وجرى في وجهه الدم وجاو قعدوا قدام الميده ماشي يتعشاو. هي عرت الكب هو غزر للمغرفة اللي غرفها وما كلهاش وضحك. هو ضحك وهي تشلها قد قلت له تضحك عليا على خاطرني أنا اللي خطبتك. قال لا يا بنت الناس أما على عجايب الدنيا وغرايبها. وحكى لها حكايته من وقت القاصرة الفلوس والدعوة اللي دعاها له مولا صرة الفلوس وكيفاش تخل أول الليل لهالدار وما حبش ياكل هالعشاء هذا حرام وغلب روحه. وتقوم هيك المرأة تجري وتجبس تصرة وتقول له تكون شي هذه؟ قال لها هي بيدها. قالت له ملا يا سيدي مولها الصرة بويا الله يرحمه وراه خلى الدنيا واسعة وعريضة وانا اللي ورثت الكل وانت اليوم راجلي انت الفاتق وانت الناتق. قال لها يجعلك زوجتي في الدنيا وفي الآخرة ويرحمهم كيف قالوا يا الله تشوف العجب. وعلى أمل أن نلتقي أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.